بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا ونحن في بداية تدبرنا في سورة الفلق، نقف عند الآية الأولى من هذه العبادة العظيمة، عبادة الاستعاذة. وذكرنا فيما ذكرنا في المرة السابقة أن الاستعاذة هذه العبادة القولية القلبية العملية، جاء الأمر فيها بقل، في دلالة واضحة صريحة على أن الأمر بهذا التعوذ بهذه الألفاظ وهذه الصيغة واستحضار معانيها ومقاصدها في القلب يشكل أثراً من مقتضيات وآثار التوحيد الخالص الصادق، صدق العبودية لله. وهنا ما تصبح الاستعاذة مجرد كلمات، ولا تصبح مجرد طلب للكفاية والحماية، بل تصبح في ذات الوقت هي شكل من أشكال العبادة يجب على الإنسان الموحد المؤمن أن يقوم بها. الاستعاذة إعلان صريح، إعلان للتبرؤ من حول الإنسان وعلمه إلى حول الله وقوته وعلمه وقدرته المطلقة غير المحدودة. ذكرنا في اللقاء السابق أن الإنسان يعيش على هذه الأرض وقد يكون محاطا بالشرور والأشرار، وقد يهيأ له أن في الخير شر وأن في الشر خير، في نسبية في هذا الأمر وفي تقدير الأمر وفي العلم به وإدراك مكنونه في ذات الوقت. فإذا ما استعاذ بالله أعلن بالصراحة أنه لا حول ولا علم ولا قوة له إلا بالله، إعلان عن عجز، عجز واقعي حقيقي، استحضار الإنسان لهذه المعاني العظيمة يجدد في القلب التوحيد الخالص والإيمان. بمعنى آخر أن عبادة الاستعاذة العظيمة هي من أعظم ما يقربك إلى الخالق جل شأنه. تدبر معي في هذا المعنى، الإنسان في الحياة الدنيا لا يلتجئ في حال الضعف والشدة والمحنة إلا لمن يحب، إلا لمن يفهم تماما أنه قادر على أن يزيل عنه ما قد ألم به. هذا الشعور والإحساس فيما بيننا نحن كبشر نتعامل به، كيف حين يكون الأمر مع الله جل شأنه له المثل الأعلى، هو إعلان. لكن هذه العبادة العظيمة الاستعاذة حوت فيما حوت صور أخرى من هذه العبادة، عبادات في ذات الوقت متداخلة مع هذه العبادة العظيمة. شعور بالانكسار بين يدي الخالق جل شأنه، شعور بالضعف، التواضع، التبرؤ من التكبر والعجرفة الفارغة، تخلص من أسباب الطغيان، المنهي عنه، كلا إن الإنسان لا يطغى، التخلص من داء الشعور بالاستغناء بما آتاك الله من فضله. بعض الناس يغتر بما آتاه الله من علم أو قوة بدنية جسدية عقلية، ذكاء، عبقرية، مال، منصب، جاء، فيسعى في الأرض فاسدا ومفسدا، متكبرا، متعجرفا، متغطرسا، وكأنه لا أحد وليس هو بحاجة إلى أحد وقد استغنى عن كل أحد. عبادة الاستعاذة العظيمة تبرئ وتخلص القلب والعقل
من داء الشعور بالاستغناء. أنت لا تستغني عن الله جل شأنه طرفة عين، أنت في كل نفس من الأنفاس، أنفاس الحياة، أنت بحاجة إليه جل شأنه. كيف تستطيع أن تستغني عنه؟ تدبر معي في هذه المعاني العظيمة. هذه ما عادت مجرد كلمات. ما المطلوب؟ المطلوب أنك في اليوم والليلة تستعيذ بالله ما تستطيع، عدد ما تستطيع، من كل شر، من هذه الشرور التي جاء النص عليها في السورتين العظيمتين باللفظ، مستحضرا كل هذه الشرور. تدبر معي في المفردة العظيمة والآيات العظيمة والترابط والتسلسل فيها، هذا التسلسل اللي في قوله جل شأنه: قل أعوذ برب الفلق. وأول ما جاء جل شأنه بالرب، لفظة الرب التي تحمل، وقد ذكرنا كثيرا في سور أخرى، تحمل كل معاني العناية والرعاية، رب، ربوبية، من أعظم مراتب التوحيد. أن تستحضر أن الله جل شأنه يربيك كما يغذيك وكما يعطيك الحاجات ما تحتاج إليها المادية من أنفاس الحياة على سبيل المثال، فكذلك الأشياء الأخرى المعنوية التي قد لا تلتفت إليها. شيء آخر، وجه آخر من أوجه الترابط بين مفردة واختيار مفردة رب هنا وسياق الآيات وأثرها في موضوع الاستعاذة، أنك تعلم وتعلن وتستحضر أن عملية الاستعاذة بالله هي تربية لك. في ذات الوقت استحضار الإنسان لمختلف الشرور التي يمكن أن تحيط به موقنا وهو يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، أن حتى ما يمكن أن يمسه من ضر هو في اتجاه التربية له، بالاتساق والتوافق مع ما ورد في آيات أخرى. ذكرنا نحن في المرة السابقة عن قضية الشر وذكر مصطلح الشر في القرآن، وسنأتي عليه في الآية التي تليها: من شر ما خلق. فالإنسان حين يستحضر كل هذه المعاني ويفهم ويستوعب ويستحضر أن هذه الاستعاذة هي من تربية الله له، وأن الرب الذي يستعيذ به يربيه، يرتاح يطمئن، ويدرك في ذات الوقت أن ما أشرنا إليه من بعض التقديرات الإنسانية، الإنسان يقدر إنه المرض، إنه البلاء، إنه الفقر، إنه الكوارث، إنه الفقد، شر، ضر. القرآن يعلمنا شيئا آخر، إنه ما قد تراه أنت في ظاهره أنه شر، عليك دوما وأبدا أن تستحضر أنك ما خلقت على هذه الأرض لتؤبد فيها أو تعيش إلى الأبد. ما في عيشة ولا حياة أبدية هنا على الأرض، في آخرة. فما قد يصيب الإنسان ويمس الإنسان من ضر وتعب وهم وحزن وألم وفقد، جزاء الاحتساب والصبر والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، هذا خير في الآخرة. هذا لا يعني أن الإنسان يدعو بالشر لنفسه ولا يطلب المرض أبدا، أو التعب، أو لا أبدا أبدا. بالعكس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نسأل الله العافية، سألوا الله العافية. لكن في ذات الوقت التقدير واستقبال الحياة وأحداث الحياة وأمور الحياة ومشاكل وصعوبات وتحديات الحياة، لابد أن يتسلح الإنسان المؤمن باليقين وبالاستعاذة
تدبر معي في هذه المعاني العظيمة. الاستعاذة من أعظم وسائل تقوية الإيمان وتجديد التوحيد وتثبيت اليقين في القلب. الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى تقويك، تشد أزرك، تقوي ظهرك، تدفع بك إلى الأمام، تزرع في قلبك التفاؤل، تفتح أمامك أبواب الأمل والخير، لأنك تدرك وتستحضر مع الاستعاذة أن ما كتب لك وقدر عليك من شيء ترى فيه الشر قد يكون هو عين الخير لك. ترضى بما قسم الله لك، تدفع عن نفسك بما أوتيت من وسائل، بما أمرك الخالق جل شأنه. لا تستسلم لتلك الأقدار التي أنت بإمكانك أن تقوم بعمل إزاها. فقير، تدفع قدر الفقر بقدر العمل والجد والاجتهاد والطلب والسعي الحلال للكسب الحلال، لكن ليس بالتشاؤم ولا بالتخاذل ولا بالحرام، مستعينا بالله، مستعيذا بالله من شر المال الحرام. تدبر معي في هذه المعاني، هذا مجرد مثال، وكذا في سائر أمور الحياة. فإذا القرآن لما يأتيني بألفاظ الاستعاذة، كل كلمة ومفردة لها أثر في تحقيق هذه الاستعاذة، لها أثر يظهر ويرقيك في مراتب العبودية والتوحيد. لأننا قلنا أن الاستعاذة هي في واقع الأمر دليل الصدق على العبودية، تفويض الأمر لله والتبرؤ من الحول والقوة والتخلص من داء الشعور بالاستغناء عنه جل شأنه. أنا لا أستغني عنك طرفة عين، ولذلك جاء في الدعاء لا تكني لنفسي طرفة عين ولا أقل منها. تدبر معي في هذه المعاني، شعور بالضعف. المؤمن كلما زاد شعوره بالضعف والتذلل والخضوع والانكسار بين يدي خالقه، زادت قوته، زاد أمله، تضاعف يقينه بالله، فانطلق في الأرض صالحا مصلحا معمرا، لا مفسدا ولا مخربا. تدبر معي في هذه المعاني، قل أعوذ برب الفلق. رب، حتى تفهم وتستوعب أن العلاقة بينك وبين الخالق جل شأنه عبودية لرب، بما تحمله معاني الربوبية من التربية والعناية والكفاية والحماية. ولذلك نحن كآباء، كمربين، كأمهات، كأولياء أمور، كمعلمين، ندرك تماما أن واحدة من أعظم مسؤولياتنا كتربويين، من مسؤوليات التربية، تحقيق الحماية. تدبر معي في هذا المعنى العظيم، لأن التعليم وتولي أمر الصغار والكبار والشباب والكذا بما أعز إليك من مسؤوليات، هذا ليس مجرد أن تنقل إليه معلومات، بل تحقق له حماية. قد يتساءل بعض ويقول ما دخل هذا الكلام في موضوع الاستعاذة ومشابه؟ واحدة من أعظم، كما قلت قبل قليل، من مسؤوليات التربية توفير الحماية. ولذلك يا آباء، يا أمهات، راجعوا سلم المسؤوليات، هل فعلا أنتم توفرون الحماية لأبنائكم؟ بعض الآباء والأمهات اليوم هم بأيديهم من يأتي بالطفل لأجهزة وبرامج وأشياء وألعاب مختلفة من باب التسلية والترفيه والتخلص من الطفل لساعات طويلة ومن دندنته. هو الذي يأتي لهذا الطفل بأدوات تحطم كل أشكال الحماية له بطريقة أو بأخرى، إهمال، جهل. ولذلك مما ينبغي أن يتعوذ به المؤمن أن يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجهل
واحد من الأعداء التي الذي ينبغي للإنسان أن يتعوذ منها، جهل. أن تضع بين يدي أطفالك أشياء تحطم كل أسباب وأشكال الحماية لهم. ليس الحماية من قبل الأولياء الأمور والآباء والأمهات لأبنائهم منحصرة في بيت سقف يأويه، ولا في دثار أو لباس ثقيل في أثناء البرد يحميه، أو وسائل تكييف وما شابه من شدة الحر تكفيه. لا، حماية الحقيقية جانب من أعظم جوانبها حماية نفسية وفكرية وأخلاقية وعقائدية. تحمي أبنائك مما يؤسف له من أشكال عدم تحقيق الحماية من قبل بعض المربين اليوم، أن يزج بأبنائه في أحضان مدارس خاصة تعلم الأبناء مناهج مختلفة في قيمها وأخلاقياتها ومبادئها عن دينه ولغته وقيمه. يعيش بلد ومجتمع عربي ومسلم وكذا وإلى آخره، ولكن لا يعرف لا لغته ولا ثقافته ولا هويته ولا أي شيء عنه، كأنه جسم غريب عنه. أشعر بالألم والحزن الشديد وأنا أمشي في بعض الأوقات في مكتبات، في مؤسسات، في شوارع، في مدارس، فاسمع أولاد أطفال صغار يرطن باللغة الإنجليزية ولا يعرف كلمة بالعربي. والأعجب من والأشد إيلاما من أن تكون أم إلى جانبه أو أب يرد ويسأل ويجاوب، حتى إذا حاول الطفل أن يتكلم كلمة بالعربية الأب والأم يردون باللغة الإنجليزية. هذا لا يعني أن لا تتعلم اللغة الإنجليزية ولا تعلمها لأطفالك أبدا، لكن اسأل عن العربية التي هي اللغة التي نزل بها القرآن، لسان عربي مبين التي بدونها سينفصل هذا الطفل عن كل أسباب وأشكال وأنواع الحماية. فأنت تزج به في واقع الأمر بلا حماية، تزج فيه في خضم بحر ومحيط متلاطم الأمواج بدون حماية بدون لباس يقي، كيف يكون ذلك؟ كيف أبناؤنا بناتنا طلابنا حين يدفع بهم الواحد ويؤهلهم لخوض غمار الحياة لابد أن يكون لديهم ما يحتمون به ويكتفون، ما يواجهون به أعاصير الحياة، تحديات الحياة. هذه معاني عظيمة في كلمة واحدة مفردة واحدة. تدبر معي في العلاقة بين الاستعاذة ورب، لأن هذا الجزء لا يتجزأ من التربية. القرآن العظيم في كل مفردة من مفرداته يعلمنا ويوجه رسالة مباشرة لنا. تدبر معي في هذه المعاني. صحيح خاطبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء، لكن الخطاب عام لنا جميعا. قل أعوذ برب الفلق، ولذلك نحن نستعمل ونقول وقلنا ذلك مرارا رب الأسرة. فأنت يا رب الأسرة ماذا فعلت لمن تربي؟ حميت؟ وفرت أساليب الحماية؟ وفرت؟ هؤلاء الصغار الأطفال أبناء وبنات، هؤلاء لا مجال للاحتماء لديهم إلا عندك أنت بعد الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت ما وفرت الحماية لهم بل أنت كنت مصدر عدم الحماية، ماذا تسمي هذا؟ تربية ليست أموال تغدق هكذا وتنفق على رؤوس الأطفال والصغار، وليست مجموعات وغرف مليئة بالألعاب
ولا بآخر صيحات الأطفال والموضة والشنط والحقائب المدرسية و و و و و و عشرات الأشياء المادية. هذا الطفل الذي بين يديك روح وعقل ومطالب، فماذا وفرت له من أسباب الحماية؟ شيء طبيعي جدا الإنسان حتى لو يربي قطة أو أي حيوان أليف يوفر له أسباب الحماية، فإنا لعاقل يربي طفلا ولا يوفر له أسباب الحماية الفكرية والروحية والعقلية إلى جانب الجسدية والمادية. هذا معنى نحتاج أن نتلمسه في حياتنا المعاصرة. قل أعوذ برب الفلق. هو ما معنى الفلق؟ الفلق القرآن ذكره في مواضع أخرى، قال فالق الإصباح عنه جل شأنه، فالق الحب والنوى، فانفلق فكان كما جاء في الحديث عن قصة موسى عليه السلام، اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تدبر معي كيف جمع في آية واحدة فلق وفرق، لأنه في تداخل فيما بين المفردتين. الفرق فصل وتمييز بين شيئين، فصل تمييز بين شيئين، لكن الفلق صحيح فيه شق، لكن هو في واقع الأمر هذا الشق النافذ سينتج عنه شيء آخر. ولذلك لما يقول ربي جل شأنه فالق الإصباح، ولذلك البعض قالوا الفلق، المفسرين قالوا الفلق هو الصبح. لماذا؟ لأنه قالوا فلق أي شق الظلام وخرج النور. لكن الحقيقة أن السياق في هذه السورة المباركة يبين لنا أن الفلق مفهوم أوسع وأشمل، فيه الخلق بأكمل الخلق، كل شيء في هذا الكون حين تتدبر فيه ستجد أنه فيه فلق. ولذلك قال في آية أخرى جل شأنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الحبة والنوى والشجرة والنبتة والماء والصخر، أشياء كثيرة كونية في هذا الكون الرحب تجد أنها تحصل من خلال فعل الفلق. تدبر معي في هذا المعنى، يحتوي على أمر معجز كأنه قانون. أشياء كثيرة في الكون تحصل بالفلق، يشق الشيء، وأحياناً الشيء يكون شديد الكثافة فيشق والشق ينفذ إلى العمق، ولكن سيخرج شيء منه. فالق الحب والنوى، الحبة لما تفلق ما الذي سيخرج منها؟ حين تتتبع، حين كنا صغارا ويعلمونا في المدارس كيف نضع الحبة أو البذرة ونسقيها وكذا، ثم بعد ذلك تنفلق فالق الحبة لتخرج منها هكذا ساقا صغيرة خضراء لنبتة جديدة. هو طيب، نحن نعلم ونؤكد في كل مرة أن اختيار القرآن للمفردات في أماكنها وسياقاتها لقصد ومعنى، وليست المسألة فقط مراعاة للفواصل أبدا، ولا قضية فقط أصوات الحروف، على ما تحمله أصوات الحروف في قوله جل شأنه فلق، الفاء واللام مع القاف من عملية انفتاح تتسق مع عملية الشق التي ذكرنا. كان يبقى السؤال، لماذا القرآن العظيم جاء بهذه المفردة الفلق هنا مع قضية الاستعاذة؟
في عمق الحديث عن الشر. نشرنا في المرة السابقة قلنا أن سورة من 5 آيات 4 مرات يذكر فيها مفردة الشر، هذا له دلالة، دلالة عظيمة. ولكن السؤال، ما علاقة الفلق الذي ذكر هنا بهذه الأنواع من الشر التي سيأتي ذكرها هنا؟ القرآن بهذه المفردة المعجزة وهذه اللفظة المعجزة حتى في أصوات الحروف فيها يجعل الإنسان يتأمل في معاني التفاؤل والأمل، كأن القرآن يعطيك رسالة. يا إنسان، يا من تقرأ القرآن، يا من تستعيذ بالله، ربك فالق الحب والنوى فالق الإصباح، يخرج من عمق الظلام نور الفجر، ومن تلك الحبة اليابسة خضرة الحياة والنبات من جديد. الإنسان لما ينظر إلى البذرة والحبة أو النواة ويرى كيف يابسة لا يمكن أن تكون فيها أي أثر أو يكون فيها أي أثر من آثار الحياة، وربك جل شأنه يفلق الحب والنواة ليخرج الحياة من داخل هذا الشيء الأصم الذي أنت تراه كأنه لا حياة فيه. هو لماذا القرآن جاء بها في سياق الحديث عن الاستعاذة؟ ربك كريم، ربك رحيم، فيا إنسان، يا من قعد بك الألم والحزن والمصائب والهموم، دع عنك كل ذلك، ربك رب الفلق. يعني ماذا؟ يعني قد ينشق عن ذلك الأمر الذي تراه سوادا وحزنا وألما، ما يجبر بخاطرك ويسعد قلبك ويدخل الأمل في نفسك والتفاؤل، رب الفلق. تدبر معي في عظمة الآيات القرآنية. قلنا نحن في أكثر من مرة، ما من كتاب يحفز ويعلم الإنسان على التفاؤل والأمل برحمة الله كهذا الكتاب العظيم. والكلام الذي يصدر عن خالق لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلما تغلق عليك كل الأبواب اعلم واستعذ بالله من رب الفلق. تدبر في الكلمة وتدبر في ذاك الوصل والتناسب بين الفلق وبين الغلق. تدبر معي، إن في فلق وفي غلق، فما أغلق عليك ربك قادر على أن يفلق هذا الغلق ويأتي بالفرج. تدبر معي في هذه المعاني، ولك أن تتخيل إذا استحضر الإنسان المؤمن وتراكمت وقد تراكمت عليه الهموم والمتاعب والمخاوف والتحديات، وقال وما عادت الكلمات مجرد كلمات، قل أعوذ برب الفلق، مستحضرا أن ربه يفلق الحب والنوى ويفلق الإصباح، فالق الإصباح بصيغة اسم الفاعل، ولا أحد فالق الإصباح إلا هو، كيف سيكون حال هذا الإنسان؟ قد ينام على عسر ويستيقظ على يسر، قد يمسي بعسر وألم وهم وحزن ويصبح بيسر وفرج وأمل ويقين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من العبادة حسن الظن بالله سبحانه، أن ربك جل شأنه من استعاذ به أعاذه، ومن لجأ إليه آواه وكفاه. فإياك في يوم أن يوسوس لك الشيطان ويوهمك أنك تلجأ إليه ولا يعيذك،
هذه معاني لابد أن تكون متأسسة ومترسخة في القلب. ظاهر الأمر قد يكون أنت ما تفهمه الآن، ظاهر الحدث قد لا تفهمه، لكن اعلم يقينا أن في باطنه وطياته ما يسعد قلبك ويريح همك ويزيح همك وحزنك. فاستعن بالله واستعذ بالله، قل أعوذ برب الفلق. يا لها من كلمات. فواقع الأمر الاستعاذة هي ليست مجرد كلمات، الاستعاذة علاج. وأنا أعجب والله أعجب من بعض المسلمين اليوم في مجتمعاتنا العربية والمسلمة، يطرق كل الأبواب، التأمل واليوغا لا يترك شيئا من غرب أو شرق إلا يجربه، والتمارين والاسترخاء والكذا والتنفس. مع أنا لا، في هناك الأشياء وبعض الأمور الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والحلال بين والحرام بين، ولكن بينهما أمور مشتبهات. وبالتالي كتاب الله جل شأنه يفرق لك بين الحق والباطل، هذا فرقان، يفرق بين الصحيح والخطأ، بين الحق والباطل، بين الوهم والحقيقة، بين النور وبين الظلام. بعض المسلمين اليوم، ويقال ويسمع هذا الكلام، يقول لك أنا جربت أشياء كثيرة جدا في حياتي، وسمعت قرآن وسمعت دعاء وعملت الدعاء وذهبت ورقية وكذا، ما نفع معي شيء إلا اليوغا. انتبه لما تقول، انتبه لما تقول، وأحسن الأدب مع خالقك جل شأنه. هذه الاستعاذة، هذه تذهب كل الآلام والأحزان لمن قالها مدركا معانيها ومقاصدها وألفاظها، موقنا بأن الإجابة فيها واقعة. ولكن ذكرنا في أكثر من مرة، ليس بالضرورة أن ما تتمنى أو قد رسمت في خيالك من تصور هو محض الخير أو الإجابة لك. كم من شرور صرفها الله عنك وأنت ذهبت نفسك عليها حسرات، وهذا يحدث مع أي واحد فينا في الدنيا لمن يتأمل فعلا في حياته. كم من أمور أنا وأنت تمنينا لو أنها حصلت معنا، ثم بعد فترة من الزمن تطول أو تقصر تقول الحمد لله أنها لم تحدث. هذا يحتاج منا إلى وقفة طويلة. هذه الاستعاذة من أعظم ما يخلصك من آلامك وأحزانك. القرآن العظيم، والذي تدبر معي هذه السور في ختام رسالة القرآن، هذا له دلالة عظيمة، إنه آخر سور في القرآن في المصحف، في ترتيب المصحف، تأتيك بهذه إن صح التعبير القوة الإيمانية، شحن الدافع للأمام. لأجل أي شيء؟ لأجل أن تزيل من قلبك آثار الحزن والألم والضعف والشعور بالانكسار. بعض المسلمين اليوم شعور تام بالعجز واليأس، مطلق اليأس، واليأس والإيمان لا يجتمعان، يائس من الحياة، يائس من الناس، يائس من الأقارب، يائس من الدنيا. هذا كيف يشتغل؟ هذا كيف يعمل؟ هذا كيف يربي؟ هذا كيف يصحح؟ هذا كيف يقر معروفا وينكر منكرا وهو يعيش في هذا المنكر؟ تدبر معي في هذه المعاني. من لم يعرف الشر لم يعرف الخير. اعرف هذا الشر، هذا اليأس شر،
فإياك وأن تأتي يصدر إليك ويأتي إليك وتتمسك به، لأنه اتهام لحكم الله سبحانه وتعالى. والحل دع عنك كل هذا، انظر فيما أمرك الله به واستعذ من الشيطان. استعذ، تدبر معي في الاستعاذة وموقع الاستعاذة في حياتنا. طرد وساوس الشياطين، طرد الأفكار السوداوية، طرد اليأس من حياتنا، طرد الملل من حياتنا. إن بعض الناس اليوم حتى الأطفال يقول لك مللت، مللت بكل ما لديه من وسائل الراحة والترفيه، يقول لك مللت. الحل استعذ بالله، استعذ بالله. الاستعاذة، استعاذة ماذا تحقق فيك؟ تحقق فيك القوة والاستعانة والنهوض من الكبوة من جديد. استعذ بالله، عش حياتك مستعيذا بالله. كل صغيرة كل كبيرة داهمتك فكرة سوداء سوداوية، داهمك ظن سيء بأحد من الناس، استعذ بالله. جاءت على لسانك كلمة سوء تريد أن تتفوه بها على أحد أساء إليك، استعذ بالله. خاطر سيء، استعذ بالله. أسف على ما فات، استعذ بالله. ندم على شيء راح منك، استعذ بالله. درع، لا تستطيع أن تواجه شيئا بدون الاستعاذة بالله. أغرقتنا الأفكار السلبية والسوداوية. أنا أتساءل معكم وأنهي مع هذا التساؤل هذه الحلقة. هذه الأفكار السوداوية التي تسللت إلى أنفسنا وعقولنا وبيوتنا وحياتنا الزوجية والأسرية والاجتماعية والمؤسسية، جاءت بسبب كثرة الاستعاذة ولا غياب ضمور ضعف الاستعاذة في حياتنا بكل ما تحمله من المعاني التي أشرنا إليها وفصلناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.